أكادير عندها واحد الخصوصية كبيرة، لأنها بدات الورشات ديالها في المومون ديال لا كانديداتور. الفرص اللي عند مدينة أكادير ولا الجهة هي أنها كتمتاز بواحد لا سيب اللي هي مهتمة بكرة القدم ومهتمة بالرياضة، وهذا شيء مهم اللي كتكون لا سوسيتي سيفيل اللي سانتيريس او سبور. ثانيا عندنا فرص، هذه فرصة للجماعات المحلية أنها ملي تنظم هذه التظاهرات تستغل الدواء بروفيتي دو ليفينمون باش يمكن لها تطور وتحسن الجودة ديال لو سيرفيس دو سبور في الجهة. كيف ذلك؟ أن الموروث اللي غادي يكون عندنا من بعد لا كوب دو موند خاص مدينه اكادير تخدم عليه، وتخدم على الطاقه الاستيعابيه وعلى ليفيكتيف اللي عندها اللي هو لا سوسيتي سيفيل، كيفاش يمكننا نستغلوها ونستغلوا الطاقات اللي فيها ونستغلوا لي جون اللي في الجهه باش يمكن لهم يخدموا من مور ليكسبيريونس ديال لا كوب دو موند. اكادير حظت بشرف انه تم اختيارها من بين 6 مدن المغربيه من اجل تنظيم كاس العالم. كما كيعرف الجميع انه المغرب قدم مجموعه يعني مرات عديده طلب الترشيح ديالو، والاقرب للتحقق هو هذا اللي كاين دابا. واكادير كمدينه كوجهه سياحيه، لانه لا يخفى على احد بان اكادير ثاني وجهه سياحيه في المغرب، عرفت واحد النهضه كبيره في السنوات الاخيره. وقت اللي شفنا الكايت شارج ديال الفيفا لقينا باكادير لا ينقصها الا القليل باش تكون يعني كتجاوب على افطار تحملات ديال الفيفا. اولا الملعب محيطه الخارجي وبعض الامور ديالته الداخليه تشوفها بعض النواقص، وهناك خرطه طريق واضحه الاشغال انطلقت. مالوريزمون كاين لو تيران يحتضن كاس افريقيا لانه محطه تجريبيه حتى هي كذلك ما خصناش نساوها، انه خصنا ننجحوا ذاك الرهان ديال كاس افريقيا. وبعد كاس افريقيا ان شاء الله غادي الاشغال غادي الملعب الكبير غيسمي لواحد التهيئه اللي هي كبرى. بالنسبه للفضاء الخارجي، الفضاء الخارجي هو النقطه السوداء كبيره. هناك مخطط عمل لواضح المعالم اللي غادي تنطلق فيه الاشغال في القريب العاجل، وهذا البارتي فيه غادي تكون قبل كاس افريقيا والبعد بعد كاس افريقيا. بالنسبه للمدينه على العموم، المدينه كاين بعض النواقص، المحطه الطرقيه، كاين المطار، كاين مداخل المدينه، هادو كلهم سوف يتم تهيئتهم. كاين بالنسبه لتفطر تحملات الفيفا كاين لي فانزون، هناك اقتراح ديال جوج ديال لي فانزون الذين سوف يتم العمل على تهيئتهم. نشوفوا اليوم كاين واحد استثمارات ماليه ضخمه على المستوى اعاده هيكله يعني المنشات الرياضيه، على المستوى ايضا على خلق منشات رياضيه جديده، فاكيد هذه الرغبه كتبين بان المدينه يعني تخطو خطوات اماميه نحو مستقبل ظاهر، وهذا الشيء غينعكس بايجاب على 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 الشباب على الشباب ديالنا، وغادي يخلق واحد الديناميكيه اقتصاديه تجاريه كبيره، وهذا كل شيء كيصب في اتجاه واحد اللي هو التنميه. واحد العامل اساسي ومؤثر هو اللي غيكون فارق، يكون عنده واحد الاثر كبير اللي هو تجربه المشجع. اكيد بان قليل فين كنتكلموا على هذا المفهوم ولا هذا المعطى ديال تجربه المشجع، كنتكلموا كثير على خلق منشات، خلق ملاعب، تحديث ملاعب، ولكن ما كنتكلموش على تجربه المشجع. شنو كنقصدوا بتجربه المشجع؟ هو هذاك تجربه المشجع هو هذاك الشخص اللي غادي يجي يشجع الفريق ديالو، كيوجه غادي يجي غادي يحضر واحد طيله واحد الايام هنا في المغرب او من مدينه اكادير وجميع المدن المغربيه. فاكيد هذا المشجع خصنا نعرفوا واش كان راضي على هذاك راضي على ديك الخدمات او لا ما كانش غير راضي على ديك الخدمات. كنقصد الخدمات ليس فقط المقابلات الرياضيه، ولكن الخدمات الاخرى، الخدمات الترفيهيه، مرافق ترفيهيه، مرافق صحيه، المرافق السياحيه، واش كان راضي او لا ما كانش راضي. دونك هنا راضي او غير راضي، فهنا خصنا ندير واحد التقييم، خصنا نوضعوا واحد الترسانه من المعدات وحتى ترسانه من الاطر يعني اللي غادي يكونوا هما اللي غيكونوا كيرافقوا هاد المشجعين باش يجمعوا واحد
واحد المعطيات وجمع معلومات باش نشوفوا حتى هنا يعني من هنا ل 2030 وحنا مقبلين على تظاهرات رياضي 2025، وهذا اول تمرين باش نعرفوا راسنا واش مستعدين يعني كامل الاستعداد باش انا نوفر واحد الظروف ملائمه لهذا المشجعين اللي غادي يجيو المغرب. وملي كنقولوا المشجع فاحنا كيفاش الاستراتيجي دابا خصنا نوضعوا استراتيجي مخطط استراتيجي كيفاش هاد المشجعين كيفاش يتحول المشجع الى زائر، وهذا الزائر ما غاديش يجي مره غيجي مرات عديده المغرب وغيجي المدن المغربيه وغادي يبقى دائما انه واحد زائر يعني كيزور المغرب بمرات متكرره ومتعدده. دونك هنا الشغل الشاغل ديالنا خاص نركزوا الى جانب توفير المنشات توفير المرافق الصحيه توفير مجموعه الامور، نفكروا كيفاش نوضعوا مخطط استراتيجي على مستوى تجربه المشجع، وتجربه خاصها تكون ايجابيه وما تكونش عندنا يعني شوائب ولا تكون عندنا اختلالات على هذا المستوى. فيما يخص الطاقه الايوائيه من اجل الغرف يعني اكادير ما كاينش لا خوف عليها، ليس هناك اي مشكل. سي فري كاين بعض الغرف اللي في واحد الحاله اللي هي مترتيه، ولكن كاين الوقت من اجل العمل على تحسينها. بالنسبه لوفر دو سونتي تري امبورطون، لانه اكادير غادي تكون ان شاء الله في القريب العاجل غادي تكون هي لوفر دو سونتي لا بلي كومبليت في المغرب، مع السي اش الجديد مع تو لي زوبيتو اللي كاينين ومع الغياميناجمون ديال لوبيتال حسن دو كذلك اللي غتشمل التي اي. اللي كاين هنايا يفو با ما خصناش نمشيو غير في الانفراستركتور، ولكن هناك عمل ديال المجلس من اجل القضاء على بعض الظواهر اللي هي اطفال الشوارع. هناك عمل كبير على واحد السونتر ديال الاس دي اف اللي غيدار في انزا، واحد المشروع كبير ديال اكثر من 140 مليون درهم باش نقضيو على الظاهره من الشوارع ديالنا. لي زيفينمون سبورتيف هما وسيله، كاين القرايه، كاين لا فورماسيون، كاين كنعاود نجدد نقول بان لي كومبيتونس ديال لي ستارت اب اللي كاينين في مدينه اكادير، لي كومبيتونس اللي كاينين استراتيجيك اللي يمكننا نعاود نقولها لا سوسيتي سيفين كي تثبت فيهم، خصها تستغل هاد التظاهره العالميه باش يمكن لها تبلور مدينه اكادير اولا عن طريق لو كوتي سوسيال لو كوتي ايكونوميك لو كوتي انفيرونمونتال. كيف اولا خصنا نديرو دي فورماسيون، خصهم يكونوا دي فورماسيون لهاد الناس في الرياضه باش يمكن منين تيمشي هاد كاس العالم خاص جميع المجتمع المدني كامل من زيرو ل 70 عام انهم يستغلوا ويولجوا لهاد المرافق الرياضيه، ويمكن لهم عاد يمكننا نقولوا نهضروا على تطوير المجالات الترابيه عن طريق الرياضه او عن طريق تنظيم كاس العالم. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.